يا جمهور تابع رضاك أنت يرضينا يا أجمل متابع مواقف وخوة ومن شاف ضوة دعا ربعه الغالين من شاف ضوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام. عدنا إليكم بعد انقطاع من قبل رمضان والعود أحمد، وفي هذا اليوم الجميل وهالهواء العليل وهالجهة الجميلة نقول مساكم الله بالخير، مساء جميل ويوم جميل وهواء عليل وجه جميل. اليوم معنا نمسي بداية على خادم الحرمين الشريفين وعهد الأمين وعلى الشعب السعودي وعلى هذا الوطن المعطاء وعلى الشعب الخليجي وعلى الأمة العربية وعلى الأمة الإسلامية، وكلنا في هذا البرنامج اسم جميل. اليوم حنا في أحد فقرات البرنامج علوم الأولين، وهذا البرنامج مراجل 53، مراجل 53، يعني 53 يوم وهو مستمر، وفقرته اليوم معنا علوم الأولين. هذا الفقرة الجميلة التي نسعد حقيقة ونستأنس وننبسط مع من يحضرون فيها من شعراء وكذلك من أدباء ومن عنده ما شاء الله شيء يفيده لهذا الجمهور هذه القناة. فبداية نبدأ ونمسي على الشيخ فلاح مطيري وعبد الله، مساك الله بالخير يا ابو عبد الله. ابو نايف، مسي عليك وعلى الأحبة جميع الحضور وعلى اخواننا جميع المشاهدين والمتابعين، واسال الله جل وعلا يجعلنا واياهم المباركين وان ينفعنا واياكم بما نقول وما نسمع، ويجعلنا جميعا على خير وعلى ذكر من الله سبحانه وتعالى وفضل منه سبحانه وتعالى. وكذلك على الشاعر تخيل علي الحلافي ابو علي، يا مرحبا، حياك الله يا ابو علي. ابو نايف يطول عمرك ويسمع. وكذلك على الشاعر غرمان العمري ابو محمد، حياك الله يا ابو محمد. الله يحييك. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. الله يمسيكم بالخير يا زملائنا واصحابنا واصدقائنا في هذا المجلس، وعودا حميدا ان شاء الله، ونمسي على كل من يشاهدنا وكل من يتابعنا، والله يعطيكم الصحه والعافيه. حياك الله. وكذلك على ابننا المتسابق عبد الله الحارثي، حياك الله الشيخ عبد الله. الله يبقيك ويا مرحبا بالحضور، وحياكم الله في قناتكم الاولى، ومرحبا بعزيزي المشاهد من خلف هذه الشاشه المميزه والمتفرده، ورحب بالجميع. كذلك على الشيخ محمد الجربوع ابو مهند، حياك الله يا ابو مهند. الله يحييك ويبارك فيك يا استاذنا استاذ شداد محيي المطيري، انعم واكرم بصحبتك انت واحبتنا اللي شفناهم ايضا واحبتنا الجديدين. الله يسعدك. الله يسعدكم جميعا يا رب يا كريم. فلا شك ان دائما اذا جاء الضيف له تقديره وله احترامه، كلنا نصبح ضيوفه ويصبح صاحب المحل. يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فأبو محمد عنده حقيقة ترحيب بضيفنا. يستاهل. تفضل. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 جاهز الرد أبو علي. يا لا 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 يا لا 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 في معاني قصايدنا وفي غيرها. يا لا 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 يا لا 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 في معاني قصايدنا وفي غيرها. مرحبا يا دخيل يا الحلافي ميات، مرحبا يا دخيل يا الحلافي ميات، باسمي انا وباسم اصحابي الطيبين
باسمي أنا وباسم أصحابي الطيبين، واسم راعي القناة ومشرفين القناة، واسم راعي القناة ومشرفين القناة، وانت وانعم وكفو شاعر يقتدى به في معاني قصايدنا وفي غيرها. يا لا 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 يا لا 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 في معاني قصايدنا وفي غيرها. مرحبا يا دخيل يا الحلا في ميات، باسمي انا وباسم اصحابي الطيبين، واسم راعي القناة ومشرفين القناة، أنت وانعم وكفو شاعر يقتدى به في معاني قصايدنا وفي غيرها. يا لا 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 يا لا 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 في معاني قصايدنا وفي غيرها. أسلم أسلم. البقا والجزايل عندنا والميات، يا سلام. البقا والجزايل عندنا والميات، وانطوينا دروب الوصل في الطيبين، يا سلام عليك. لاجل سيفان يجمل في اللقا من قناه، وقدر داعي رجال نهجهم يهتدى به، والخيول المغيرة ينعرف غيره. يا لا 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 يا لا 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 لا، والخيول المغيرة ينعرف غيره. سلامتك يا سلام. الله يسعدك. حسناتكم كلها. حسنك ابو علي. ويستاهل ابو علي. والله يستاهل ومبدع. عزيزي المشاهد، اليوم حلقتنا اسمها علوم المراجل، او عفوا علوم الاولين. فمن هم الاولين؟ هل هم اباءنا ام اجدادنا ام ابائهم ام انتم الجيل الاول الجيل من هم الاولين؟ الله اكبر. نعم، من هم اللي الان اخذنا قلنا الجيل الاولين او علوم الاولين؟ من هم؟ لابد الانسان يعرف من هم الاولين. حنا حطينا الأولين فقط هم آباءنا وأجدادنا، لكنهم الأولين من آدم عليه السلام إلى عصرنا هذا اللي سبقونا. إيه نعم. الله يقول إن الأولين، الله في القرآن يقول إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. إلى ميقات يوم معلوم، الأولين من آدم إلى عصرنا هذا كلهم الأولين. فكل علومهم دروس، كل حياتهم دروس، كل ما يأتينا من حياتهم سواء في القرآن أو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في السير أو في تنقلونها أخبار الناس بينهم في الأمم السابقة، كل هذه دروس وعبر لنا. وكذلك ماذا نستفيد؟ وش نستفيد من هذه العلوم؟ يعني هذا الآن جتنا الدروس، لابد الإنسان يطلع فائدة منها. وكذلك دائما وصايا شيبان لنا، وصايا كذلك في القرآن تلقى الأنبياء يوصون أقوامهم، وكذلك يوصون أبنائهم، وكذلك كل هذه الوصايا لابد من تجارب ومن دروس. فبداية مع الشيخ فلاح عن ما هم، من هم الأولين؟ الله أكبر. وماذا نستفيد؟ نعم، من الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا قيل من الأولين، فإن محمد صلى الله عليه وسلم هو قائدهم، وهو أسوتنا صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق، أرسله الله تعالى داعيا لهذه الأمة إلى خيرها وإلى سعادتها وإلى نجاتها. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا إلى الله جل وعلا وأسلم على يده الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم قدوتنا وهم أسوتنا الذين تشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وسعدوا به وقاموا ونشأوا على هذا الإسلام العظيم وهذا الدين الذي من الله به علينا، كما قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمسلم الحق ينتسب إلى الأولين الذين هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وينتسب إلى دينه وإلى
شرعة ربه جل وعلا. ولذلك يقول بعضهم: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. نعم، فلا بد أن الإنسان يفتخر وينتسب إلى هذا الدين العظيم ويحمد ربه جل وعلا أن هداه إلى ذلك. ولذلك قال بعضهم: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولك تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه النعمة العظيمة وهذه المنة من الله جل وعلا والفضل. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها والذي لا يقرأ بها صلاته باطلة، يقول الله جل وعلا في أولها: الحمد لله رب العالمين. ثم يقول أيضا وهو يحثنا ويدعونا إلى أن ندعوه جل وعلا، وندعوه بماذا؟ بأن يهدينا الصراط المستقيم. قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ هم الأولين الذي ذكرتهم أبو نايف، الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من آدم عليه السلام أبو البشر، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. ولذلك يسعد المسلم ويفرح بأنه يكون منهم ومعهم ويكون حقا قائما بهذا الأمر العظيم وحريصا عليه. لذلك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث. يقول: لأني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. وهذا رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أهل المدينة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من أهلي ومن ولدي ومن نفسي التي بين جنبي، وإنك لأحب إلي من الماء البارد على الظما، وإني لا أتهنى ولا ألتذ عند أهلي وأولادي إلا أن آتي إليك وأجلس عندك، وإني أعلم أنك سوف تموت وأني سوف أموت، وإذا أنا دخلت الجنة ما أدري هل أراك في الجنة أم لا أراك. هو يخشى ألا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، فيسأل يقول: يا رسول الله، هل أراك في الجنة أم لا أراك؟ فأنزل الله جل وعلا آية من سورة النساء بيانا وتوضيحا لهذا المقصد العظيم الذي سأله وخاف منه، خاف مما خاف ألا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: أنت لست معي لوحدي، بل أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الأولين الذين تساءل عنهم ونتساءل جميعا: من هم؟ هل هم آباؤنا فقط؟ هل هم أجدادنا؟ لا، بل هي ممتدة، نعم، كما ذكرت أخي المبارك أبو نايف، من أول الخليقة. كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله لعباده، تقواه سبحانه وتعالى، وأن نمتثل حقا وصدقا بهذا المنهج العظيم، فنكون حقا من الأولين الحريصين على الطاعة المقيمين لما أمرهم الله سبحانه وتعالى، الممتثلين لأمره المنتهين عن نهيه. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير أبو علي. جزاك الله خير. طبعا الضيف إلى جانا ما نزمه، اللي في جعبته يطلع، فأكيد ما شاء الله الجعبة مليانة. أولا نشكركم الدعوة وحضرة الاستقبال وطيب اللقاء. قناة الواقع كنا من جمهورها خلف الشاشات، ومن فضل الله ثم دعوتكم تشرف اليوم بوجودنا معكم. هذا المكسب مقابل الرجال الغانمين. فرصة الطيبة. الله يطول عمرك. أبرك السعادة جيتك. وش اليوم ما شاء الله مشاركتك؟ والله مشاركات واجد. قبل أبدأ مشاركاتي ببدأ بقصائد أبوي الله يرحمه
الشاعر علي بن مثيب الحلافي. ونعم رحمه الله. حفظك الله يرحمه. ورثنا العلم الطيب. أكيد فيها وصايلك. ما يحتاج. بس إن هذا هذا موضوعنا. هذا هو علم. نعم. ما يحتاج. ورثنا العلم الطيب. ورثنا الشعر. ورثنا القدر والوجه والجاه عند الرجال اللي شرواك. كفو. شرواك الطيب. الله ومن حقه علينا وأوصانا بالعلم الغانم لين توفى الله يرحمه. ومن حقه علينا نذكر قصايده قبل نذكر قصايده. الله. نعم. هذا من البر. الله يغفرنا وموات الموت المسلمين والوفاء له. اللهم يقول يا الله يا اللي لا إله إلا هو سبحانه يا عالم بالغيب والبيان يا رب ترحمنا وتسعد مصيرنا ونسال منك العفو والغفران. لمسيت في قبر قصيف جال وردوا علي الطين والحصيان وخليت ذالية وما يعناني وما أخذت من ذالية كل أكفال ألا ويمكن الكفن من واحد متسب لنا في رضا الرحمن. يا جاهل اسمع هرجة من عاقل نصيحة من شايب فهمان من شايب خذف التجارب دوره وشاف فيها القوم والصدقان وشاف فيها من يراعي خاطره وشاف من يفرح عليه بشان ما مشاك فرض الله وممسن في الخلق أخير لك من مجلس الحقران وأوصيك لا من جيت تبغى مجلس فلا تعدى مجلس الشيبان. شرواك أوصيك لا من جيت تبغى مجلس فلا تعدى مجلس الشيبان تلقى في الديوان كل مجرب تجارب إن يطلع لها برهان أخير لك لجيت في مجلسهم من مجلس البيلوت والدخان وإن جاءوا ربعك يطلبونك لازم اخضع لهم بالجالب الليان عطهم مطالبهم ولا تجفاهم وإن كنت زعلان أغضب الشيطان وإن كنت أخلص مع ربعك ولا تنشبها الحر حر والحصان حصان ويعاملونك مثل ما عاملتهم وتروح معهم كأنك السلطان وإن جيت بين اثنين خلك حاكم حكيم وانصب شوكة الميزان ولا تقول هذا بها يستاهل يسرنا ما هم مثل فلان راقب ربك لا تراقب غيره ذا يوفي المديون مديان تراه ذاك اليوم ما بيسرك والكل منكم رايح في شان واحفظ لسانك في محلات الغضب كم في المقابر من قتيل لسان واختم على قولي بذكر محمد ربينا والهادي الرحمة وسلامتكم يقول احفظ لسانك في محلات الغضب كم في المقابر من قتيل لسان والله كم من واحد في محلات الغضب راح فيها نعم اي والله عز الله انه وصاك الله يغفر له هذه الوصايا اللي احنا اي نعم هذه الوصايا الثمينه ولا شك انهم من تجارب في حياتهم وصوا هذه الوصايا من شايب خذ في التجارب دوره نعم ومحمد اولا الله يحييك يا دخيل الله يبقيك هذا دخيل شاعر ولد شاعر ما يحتاج معروف الله علي بن مثيب الحلافي الله يرحمه الله كان شاعر عرضه شاعر نظم ومشهور بالنصايح والخبره ما هي غريبه انها تجي عند دخيل من ابوه هذا الشيبان من ذاك الله يرحم الشيبان وغله ان شاء الله امين امين واما العلوم الاولين كانوا الانبياء يوصون وينصحون ويهتمون بأبنائهم ينصحونهم طول الزمن بيش بعبادة الله سبحانه وتعالى وأركان الإسلام المعروفة الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا ينصحون أقوامهم ولا يملون من النصح أجدادنا وأبانا رحمهم الله كانوا ينصحوننا في أدق الأمور وكنا ناخذ منهم دروس الحين الشباب مثل عبد الله ومنهم في سنه لو تساله يقول انا جلست مع الشيبان واستفدت وهذا شيء عظيم جدا الدليل على انه مجلس الشيبان والاولين كان مدرسه بلا فصول مدرسه بدون فصول وبدون مناهج لكنهم كانوا هم اصلا مدارس وهم قدوه فاللي ما استفاد من الاولين ومن علومهم ومن نصايحهم ومن تجاربهم فأنا أتوقع أنه لازم يراجع نفسه مجالسهم مجالسهم تفيدنا كثير بل يحتاجها الكثير من الشباب اليوم الشباب اليوم لازم يحتك بمجالس الشيبان ويجلس معهم ويشوف وشهم هم على مذهب نظيف طبيعي غير تكلف تلقى مثلا الدين عنده لا يناقش فيه الصلاة الزكاة الجيرة الصدق الأمانة مكارم الأخلاق مرة مكارم الأخلاق ما يسمعون فيها ولو جيت شيباننا وصاياهم هي الدين نفسه هي الإسلام
فرحم الله من مات. ونسأل الله للشباب أن يهديهم وأن يستفيدوا من هذه المدارس ومن هذه النصائح، وإن شاء الله كلهم فيهم خير. الله وحفظكم الله جميعا. جزاك الله خير. عبد الله دبيه، أنت من الشباب الآن ما شاء الله ومن الجيل ما شاء الله، نسأل الله أن يجعل فيكم البركة يا رب ويوفقكم. وش تستفيد إذا جلست مع الشيبان ومع اللي أكبر منك سن ومع كبار السن ومجلس السن في مجالس كبار السن؟ وش اللي الفائدة المرجوة اللي أنت جيت علشانها؟ أولا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. ثانيا عندي أبيات ترحيبية لرجالهم، كانت سمح لي نتدرج الموضوع. أقول لهم يا مرحبا ترحيبة رجال يعزون الرجال، يحفها التقدير قبل قفايها وقدومها، على الشعر والعود الأزرق والدلال وطلاقة وجيه الرجال وسبلها وسلومها. سلامتكم. سلام الله وجهكم وصاحب دينكم. شاعر عبد الله ترى. اي ما شاء الله. هو اللي قال قصيدة البرايم هو. الله يطول عمرك. قصيدة البرايم هاي يسمعونها في كل سبت. تعبت اخويا، لو ادري اني بتعب اخويا ما كتبت. الوداعية ها؟ القصيدة الوداعية دي. هذه الحزينة. الحزينة. ايه اسلم. اللي استفدت من مجالسة كبار السن والشياب الذرابة. المرجلة بشكل عام، المرجلة ما تتعلمها إلا من مخالطة الشيبة على هالاسم مراجع. اي والله. ف وش اقول وش اخلي فيهم؟ هم ملح الحياة، فمن خالطهم يتعلم الضرابة، يتعلم المرجلة، يتعلم اشياء واجد. طيب هل زادك في يعني في ذائقتك الشعرية وفي هل زادك يعني جلستك معهم زادتك؟ أقول وشايبهم اللي قبل يتعكز عصاه عليه تتعكز عقول الحائرين، وشاعرهم اللي قبل يكتب عن هواه قصايده تجبر قلوب التايهين. تبي تتابع صح يا مال الغناء، تابع على الواقع علوم الأولي. فالشيابة إضافة إضافة خصيصا الشاب كان بعمر الزهور واختلط مع الشيابة بيتعلم أشياء واجد. نعم. من ناحيه ايش؟ من ناحيه ان الشباب عاشوا عمر طويل وتعلموا، عاشوا جميع المراحل سواء بحلوها بمرها بشينها بزينها، فبيستفيد منهم شيء كثير. سلامتكم. فهمت. من قال؟ ابو مهند. تسلم يا تفضل. يعني وش الان مثل نفس السؤال اللي احنا سالناه قبل؟ نعم. ما وش علوم الاولين؟ وش نستفيد منها؟ وش لا شك احنا جيل تعلمنا من جيل قبلنا. نعم. احنا الان تعلمنا من جيل قبلنا، واللي قبلنا تعلموا من جيل قبلهم، واللي قبلهم اللي قبل، حتى وصلوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. الاخوه الشيخ صلاح واخونا تخيل واخونا غرم وعبد الله جو بجوانب رائعه جدا ما شاء الله تبارك الله. انا لعلي اعطي بجانب علمي، وهو تعال كيف وصل الطب الى المرحله هذه الا بتجارب جربه وجربه من سنين ترى. الطب اللي يسمونه الحكيم اول. نعم. عندهم او طبيب وكذا، تعال البيع والشراء، تعال علوم ثانيه في العلوم العصريه الكمبيوتر وتطوره الكهرباء، كلها تجارب حتى وصلنا. نفس الامر حنا نبغى نطبقه على الاولين، تجاربهم في الحياه، لان الانسان لابد له من قدوه ولا بد له من تجربة سابقة. أنا ما جربت، توني عمري مثلا في العشرين، دون العشرين، فوق العشرين، ما أدري أقدم على الأمر الفلاني ولا ما أقدم. بسأل من؟ بسأل اللي مثلي في عمري يا عبد الله صادق. بسأل اللي في عمري أبو عشرين؟ لا. بسأل واحد جرب، تخرج من الجامعة متزوج عندك كذا. وأعرف، وهذه نحطها في بالنا دائما، الأولين خذ دائما رأي الحكيم، ما كل الرجال يؤخذ رأيهم. نعم. وتشوف رجل يعني تستوصي احيانا والدك اقرب الناس لك، هو من اعقل الناس، عمك خالك جدك جاركم احد الجماعه الربع احد المعارف عنده تجربه سابقه. واحد مثلا اشتغل في المنطقه الشرقيه في ارامكو وتقاعد الان، اروح اساله عن اشياء تخص التخصص هذا العلم هذا. تعالي الى قضيه الكرم والوفاء، تعالي الى قضيه الوفاء الشرف الغيره على العرض، غير الجيرة كما قال اللي هو مقصود بها الجيران أو حق الجار. نعم. وتعالي لا، هذه قال الله فيها لقد كان في أو في كتابه قال
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالأولين نأخذ علومهم نستفيد منها كما ذكر الشيخ فلاح وأخوتنا الباقين. فلا بد أن نهتم بجانب اسمه جانب التجربة، وما العلم إلا تجربة. لا تأخذ من واحد ما جرب، جرب الحياة يعرف وش نقطة الضعف وش الخلل وش كذا وش العلم الفلاني في صحبة أصاحب فلان. يعني بعض الناس تسأله أدخل مع فلان في تجارة، وهذه حصلت لي وحصلت أكيد لبعض أحبتنا، قال انحش منه. قلت كلامه، قال ما عليك من كلامه، أنا دخلت معه الآن طالبه في حدود 500,000 وفلان يجرب وفلان طالبه في كذا وفلان طالبه كذا، فتركته ولقيت خير وتعال إلى فلان هذا ما لها سنة في مشروع كذا وكذا، سألت اللي يعرفه أكبر مني ويعرفه يعرفه يصحب وتعال. سألت في الأولى ناس أكبر مني فارق بيني وبينه 20 سنة، الكلام قديم يعني من أكثر من 20 سنة، فإذا بهم يحذرون وصار تعال كيف بأنبياء الله الذين يوحى إليهم، كيف بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أفضل وأجمل القصص قصص الأنبياء، قصص النبي صلى الله عليه وسلم. المعلومية هناك كتاب ابن كثير مجموعه قصص الأنبياء، أنصح المشاهدين والمشاهدات إذا كانوا يقتنونه ككتاب أو في النت، وقد يطرح أحيانا في بأقوال بعض المشايخ أو الدكاترة، يعني يأتون بالقصة والحكمة فيها. الشرف يكفي قصة يوسف وحفاظه على عرضه والمرأة تدعوه وإذا به يمتنع. ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، الحسد بينه وبين إخوانه وكيف حصل، والنهاية الصبر قصة موسى، والقصص كثيرة في كتاب الله. نعم لا شك كل واحد ما يحب أحد يطيب منه إلا ولده، صح ولا لا؟ نعم. ولا في أحد يحب يطيب منه غير ولده، كل يتمنى ما في يطيب منه إلا ولده، يفتخر اللي من ولده، تلقى يوصي ولده ويوصي عياله كلهم وبوصايا من القلب. كلنا نتمنى ولده دائما هو اللي يصير دائما في الطليعة. فالشعراء السابقين والأم من الجيل السابق وما قبلهم كلهم يوصون أبنائهم. فمن الوصايا طبعا في الشايب الله يغفر له، يقال له عايد الشراري، يقول كنا شبابا مثلكم ثم شبنا، كنا شبابا مثلكم ثم شبنا، والله نياتي دوركم ثم تشيبون، بيت على الدنيا من الطوب يبنى لابد ما يخرب ورعيه مدفون. الله يعني لا تحسب انك يعني معمر في هالدنيا ذي شباب دائم. نعم دائم، لا تحسب انك شباب دائم، لا تحسب انك يعني على طول يعني مخلد، لا تحسب انك على طول يعني شباب يعني قوي، ولا تحسب انك نشيط. ذكر الله عليه وسلم في وصيته يقول اغتنموا خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وش الخامسة؟ صحتك قبل مرضك ذكرناها، غناك قبل فقرك. نعم صحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك. نعم نعم شبابك قبل هرمك. فهذه الوصايا كلنا ما أحد على هالدنيا مخلد، لا بد الواحد أنه يغتنم دائما قوته ونشاطه وكذا في العلوم الطيبة اللي تربع سمعته، تربع سمعته أهله، تربع سمعته إخوانه، تربع سمعته قبيلته، تربع سمعته. فيصير هذا اللسان كل اللي افتخر قال والله، قال والله من ربع فلان ونعم والله بفلان ونعم والله. شوف الحين أبو علي يوم شفناه نغلي أبوه قبل ما نغلي، ونغليه من غلب أبوه الله يغفر له ويرحمه. فكل إنسان ذا الحين لا جاء طاري تلقاك تغلي لك قبيلة 10 رجال من هالعلوم الطيبة. فكان ترك بن حميد رحمة الله عليهم وصي ولده يقول يا محلا يا عبيد في وقت الأسفار جر الفراش وشب ضو المنارة مع دلة تجذى على واهج النار ونجر اللي حرك تزايد عبارها النجر دن وجاوبك المرار ما لف الملفوف عن بيت جاره وخير منها ركعتين بالأسحار لا طاب نوم اللي حياته خسارة. طبعا كل هالمراجل تشوف ذي كلها معطاعة الله ما تسوى شيء. اللي رجل بلا دين ما هو برجل مرة، اللي ما عنده دين ما هو برجل، حتى لو انك كملت قال
بيكمل الرجل فيه. لذلك الرجل منهم هم الرجال وصدقوا مع عهد الله عليه. أبو عبد الله الله يسلمك. نرجع طول عمر لنفس السؤال، وأبوك قبل وش وصى به لك؟ الوصايا كلها طبعا كلنا أبونا وصونا أكيد، فوش وصايا أبائنا لنا؟ نعم شايف أحسنت. نعم قبل أبدأ بوصية أبي لي، الله يجعله في جنات النعيم والديكم جميع المسلمين، لعلنا ندعو لخادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى اليوم لإجراء بعض الفحوصات الروتينية، أسأل الله فنسأل الله جل وعلا أن يشفيه ويعافيه. آمين آمين. ويمتعه بوافر الصحة والعافية. آمين آمين. أما الوصايا ووصايا الآباء للأبناء، هذه سنة متبعة، بل إن القرآن ذكر أيضا وصية إبراهيم وحرصه وجده واجتهاده على أبنائه، حتى أن الله جل وعلا ذكر قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وكذلك وصية لقمان لابنه لما أوصاه في سورة عظيمة سميت بسورة لقمان. أما والدي فرحمة الله على والدي وجميع موتى المسلمين، توفي قبل 12 سنة رحمه الله، هو أول عسكري بالزلفي في المحكمة يداوم عند القاضي، وسكن الزلفي قبل 60 سنة رحمه الله وغفر له. فكان حريصا جد حريص على الصلاة، كان يقيمنا للصلاة ولا يأتي للمسجد إلا ونحن معه، وأحرص ما يحرص على أننا نصلي ولا نتخلف عن الصلاة، حتى أنه إذا صلى يلتفت يبحث عن أبنائه أنا وإخواني. فكان حريصا على أن نصلي وأن نجالس الأخيار الصالحين فرحمة الله عليه. مما أوصاني به وحثني عليه ودعاني إليه هو ملازمتي لطلب العلم، فكان فرحا ومستبشرا بذلك. أول بدايتي وأول ما نشأت في درست في المعهد العلمي في دراستي الأولى أولى متوسط، أذكر أنه أخذني إلى مكتب الدعوة والإرشاد وإلى مكتب الأوقاف اللي تشرف على المساجد، لأنه علم أن جتهم كتب من الرياض، وحنا في الزلفي جتهم كتب من الرياض للتوزيع، فأتابي لهم وأخذ مجموعة من الكتب وأعطاني. هذه وصية والدي، أوصاني بالصلاة، أوصاني بمجالسة الصالحين، أوصاني بطلب العلم. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الصالحين، وأن يقر عيوننا بصلاح أولادنا كما أوصانا أباءنا، كذلك نوصي أبنائنا. وندعو الله جل وعلا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هؤلاء الذرية الصالحة، واجعل لي خليفة في الصالحين وعقبة للصالحين، وأن يكونوا أولادنا بارين بنا ومقيمين للصلاة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله خير يا شيخ. أبو علي يا مرحبا تفضل. ذكرتني يوم تقول كل واحد يتمنى يصير ولده أطيب منه، ذكرتني بقصيدة الوالد الله يرحمه. ما في أحد حتى أخوه أخوه نعم. ما يعني ما يبغى أطيب منه، لكن ولده لا يوصي صالح أخوي. إلا ولده يفتخر به أنه أطيب منه. يوصي صالح. نعم صالح إن شاء الله حافظ الوصية هو أنه طيب. نعم أخوي الصغير يقول جربت في دنياي أهل العسر والغنى، وجربت حتى حجرة القريب، يا صالح أوصيك وافهم وصيتي، وصية من شايب اللبيب، أوصيك في خمس الفرائض تمها، خمس الفرائض حبلها قطيب، وأوصيك في الجيران والضيف والخوي، ترى الثلاثة شانهم مصيب، وأوصيك وأوصيك لأجل الضيف ذا ما تعرفه، وطل الجناب لضيفك الغريب، غريب لأنه ما درى من أهم العرب ولا فيهم كل موقفه رهيب، يمكن شيخ. وطل جناب لضيفك الغريب، غريب ضيفك ما درى منهم العرب ولا في خطر موقفه رهيب، وصاني الشايب عسى الله يرحمه، حتى وصاه جدك. نعم
وصاني الشايب عسى الله يرحم، ولا لقيت بهرجته تكذيب، لقيت ربعي مثل ما قال شايب لهم على درب العلا ترتيب. أنا لقيت ربعي مثل ما قال شايب لهم على درب العلا ترتيب، الأقصى حلافي والموالي حلافي، ثم انت خلك من رجال وانا لهم مثل العصا في يديهم بحيث ما يرمى بها تصيب، الأقصى حلافي والموالي حلافي، ثم انت خلك من رجال الطيب، تعدلي ولا بخلك مثلي مشان تبقى بينهم حبيب، تعدلي ولا لا بخلك مثلي، نعم مشان تبقى بينهم حبيب. ما شاء الله ما شاء الله، هذه زبده، نعم ما ذكرتني ولا بخلك مثلي، ولا خلك مثلي مشان لا تقصى عني، نعم خلك ام اطيب مني ولا، نعم والله الوصيه الله يغفر لي ويرحمه، عز الله وصاكم. اللهم ومحمد كانوا الشيبان الله يغفر لهم، خاصة الوالد كان يوصي وصايا دينية وصحية، الدينية معروفة الله يغفر لهم، وكانوا حريصين وخر عن الشمس بعد عن البرد، لا تعرض لهذه، انتبه لهذه، وهذه من الوصايا الصحية يخاف عليك. الوصايا الدينية مثل ما قال أبو عبد الله الله يسعده ويسعد الجميع، الصلاة يا ويلها اللي ما يصلي، هم حريصين على الصلاة مهما كان، خلاص بلغت سن الرشد لازم تصلي، ويتابعونه ويشوفون متى قام ومتى وضى ومتى راح ومتى جاء، وكانوا يحرصون على احترام الكبير واحترام الجار وعدم الأذية. كان الوالد الله يغفر له إمام مسجد وحافظ القرآن من فضل الله رحمه الله وجميع أمواتنا جميعا، كان حريص على الصلاة وحريص على ألا تؤذي الجيران وحريص على احترام الكبير والأمانة والصدق، يعني كانوا أكثر ما يحرص عليك أبوك، وأكيد كل واحد منا جرب الشيء، أكثر واحد يحرص عليك هو والدك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم، ومثل ما قال شايبك إن شاء الله الله يغفر له، إن شاء الله أن برضو حنا نوصي أولادنا بما وصى أباءنا وأجدادنا، لا شك، ونسأل الله الصلاح للجميع. آمين. الله عبد الله مرحبا مليون، أكيد أن أبوك وصاك يبغى تجي هنا والله أبوي وصاياه واجد وعساني إن شاء الله أنفذها كل أبوه الله. بس على طاري يكون رجال ويترك فرضة ويترك دين، نعم. تروح المراجل، في بيت الشاعر يقول الرجل دون الرجل دون الدين ما هو بمعذور، المعذور تطيح المراجل كل أبوها لا نقص فرض واليها. نعم. على طاري الوالد، الوالد دائما أول ما أرسلني للدراسة خارج المملكة قال لي جيت تعمل شيء أو شيء اعلم أن الله يراك، وإذا جيت بتفعل شيء اعرف أن الله يراك وراقب الله كأنك تراه. الله أكبر. الله أكبر. فهذه وصيته الأولى لي، وحصل لي موقف معاه يا أستاذ تسمح لي أقول، فتحت لي مشروع صغير محل شاهد، وكنت لا أذن أصلي في المحل وخلي العامل يشتغل، ولقل لك صلاة يجي العامل يشتغل، يجي العامل يصلي وأمسك محله، فمر علي أبوي وقتها في صلاة العشاء ولقاني فاتح المحل وقت الصلاة إنه يصلي، أنا فاتح وصلي والعامل شغال، أنت بادلني إياه. نعم. فقال لي أبويا وأنا أبوك ليه ما قفلت المحل؟ قلت عشان يمكن أحد جاي. قال لي هذه الآية، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الله. فمن عقب الموقف ذاك وأنا أقفل المحل قبل الصلاة ثلاث دقائق وأفتح بعد الصلاة بخمس دقائق. الله. فوصاياه واجد لكن هذه من ضمنها. وإذا تسمح لي أنا والله أني جاي علشان موضوع، أنا عندي أحد من المتسابقين هنا اسمه متعب بن رقعان الحارثي، شخص عزيز وغالي عندي، أمس تم استبعاده من هذه المنافسة لسبب بسيط جدا، وأنا أطالب بعودته، وكتبت أبيات، أنا والله إن جيتي علشان أقول الأبيات دي الصدق، بيض الله وجهك، وجهك أبيض، وكتبت هذه الأبيات ودي إني أقولها. طيب. كتبت نواجه الصعب بس العشق للأصعب، نمزح ونلعب وعسى الهقوات منصورة إلا بالأصحاب، لا نمزح ولا نلعب، الصاحب مقدر بغيبته وحضوره، وتكفى 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 يا ابو صالح ويا الطاقم المرعب، وتكفى تغير قرار الرجل وشعوره، طلبتكم يا وجيه الخير في متعب، ردوه لعيوننا وعيون جمهوره. ما شاء
ان شاء الله انكم بتقدرون طلبتنا ان شاء الله تودون لنا متعب كذلك بعد مع طلبتك احنا كذلك بيض الله احنا نطلب ان شاء الله فيك يا ابو عبد الرحمن وان شاء الله ان ابو صالح ان شاء الله احنا نطالب جميع الاعداد وجميع هذا ان شاء الله ما يظلمون احد ولكن قد يكون اخطا ولكن جل من لا يخطي نعم فان شاء الله انهم يتجاوزون ان شاء الله عن هالخطا هذا الله يجزاكم بالخير ولا كل واحد كل ابن ادم خطا ما في احد ما يخطي ومتعب صديق قبل البرنامج فمطالبه هذا حقيقه وفاء منك اي والله ما اخوه تلزم اي والله وفاء منك له اخوه تلزم وابن عم بيض الله وجهك جزاك الله خير الله بيض وجهك على هذا من الطيب نعم هذا من السلوم الاولى هذه علوم الاولين هذه الوصيه من الوصايا يوصيك على الرفيج وعلى هذه من احدى الوصايا اللي وصاني علي ابوي نعم خويك ثم خويك وابن عمك لو خشمه اعوج بيض الله بيض الله وجهك ابو مهند من وصايا ابو مهند يعني طبعا وصايا الوالد لك وكذلك لعلك تذكرنا وصايا لقمان من اعظم الوصايا نعم خلاص ممتاز اما وصايا الوالد نعم فلا احزنكم توفي وانا صغير فعشت يتيما ادركته مريض ما اعرف الا على ظهره يغفر له ويرحمه وتوفي وانا يمكن في ثانية وثالث ابتدائي وكان مريض طوال الفترة ولا شك ان الوالدة هي إذا كانت لها وصايا نعم المربية نعم. فرحمه الله ورحمها الله يغفر وانجبوا رجل والله الله يجعلنا خيرا مما تظنون ويغفر ما لا تعلمون آمين. فأوصت وكان من أعظم ما توصيني أنا وإخواني قضية الصلاة الصلاة أنا أذكر حتى يحضرون بعض الزملاء الإخواني عند في المباراة كذا وإذا أذن المؤذن تضرب الباب تضربه صلوا 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 فكانوا يصلوا طلعهم البيت لا لو يصلون في عنده طبعا أهم شيء أنه تقام أهم الصلاة نعم إيه نعم فكانت يعني نعم المربية رحمة الله عليها كانت أم وأب غفر الله لوالدينا والديكم وكان ابن خالتي وأدعو له بالرحمة توفي قبل شهرين الله يغفر له في شهر شعبان وفي أواخر رجب هذا اللي توفي رحمة الله عليه اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ولد خالتي عايض بن عبد الله رحمة الله عليه هذا الرجل كان يجينا كان يدرس هم من وادي الدواسر كان يدرس في كلية الدعوة والإعلام أظنها اللي كانت في الملز أول نعم ويحضر عندنا خميس وجمعة وأنا متوسط خذاني وشبكني مع صحبة منهم الصحبة دروس الشيخ ابن باز في جامع الإمام تركي رحمة الله نعم فكان نعم الأب رحمه الله ذاك الشيخ الكبير الذي عم يعني علمه على الأمة رحمة الله عليه كان السبب هذا الرجل رحمه الله وأحبت أمي وفرحت به كثيرا أنه ولد أختها ويأخذني لدروس الشيخ ابن باز ومع صحبته الصالحة رحمة الله عليه أنا كنت طالب متوسطهم في الجامعة فتعرفون وصايا الشيخ عبد العزيز بن باز وإلى الآن وهي تكتب وتنشر وعلمه علم الأمة كلها تأخذ منه من شرقها إلى غربها يسأل ماذا حتى إذا حينما نخرج أحيانا في بعض البرامج الدعوية في شرقنا وغربنا يسألون كيف وش فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز وكذا لذلك حرصنا على اقتناء الفتاوى طبعتها الرئاسة 30 مجلد وفتاوى نور على الدرب طبعتها 35 أو 37 مجلد فكانت قريب من كم؟ من 70 مجلد هذه فقط الفتاوى والمقالات اللي جمعها الدكتور شويعر رحمه الله ف يعني الوصايا من ذاك تعرفونه حينما يبدأ درسها وفي محاضرته دائما يوصي وخصوصا الشباب وتركيزه على الشباب دائما لأن ينبغي لآبائنا وحنا الآن صرنا آباء الأجداد ينبغي أن نركز على الجيل اللي بعدنا واللي بعدنا ليش؟ حتى يصل الخير يستمر للخير بعض الناس يقول لا وهذه معيبة ترى أقولها أكرمك الله صاحبي أقولها بحق أنها معيبة عند من يقولها والله أنها عيب والله أنها عيب وقد تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم نعم. شباب ذا الزمن يا أبو نايف ما فيهم خير أعوذ بالله ما فيهم خير الخير موجود يقول عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه في الحديث خير. بعثني الله بالحنيفية السمحة فصدقني الشباب وكذبني الشيوخ الله أكبر ما يوقف في وجه الخير غالبا إلا واحد متصلب على الشر من يوم صغير نعم. شابه على الشر الشباب أكثر قبول للخير من نعم. الكبار مستقبل نعم هم احنا في عمرنا الحين قدامنا نقول مستقبل احنا بنمسك اشياء في الدوله ولا في الا ما عاد في خلاص لا وظائف ولا تجاره ولا شيء يعني احنا في اواخرنا قاعدين نتفون
هم لا مستقبلين ما شاء الله الحياة. فإذا صلح الشباب وصلحت فتياتنا وبناتنا صلح المجتمع زانت الأمور. فالوصايا لهم كما ذكرت أنت الآن وصايا لقمان يوصي ابنه كما ذكر الشيخ فلاح وكما ذكرت الأب كم يوصي لولده لأنك أنت مستقبل الحياة يا ولدي. وتعطيتونا من الشعر وأعطانا أخوي الشيخ فلاح بعض الآيات من وصايا الخليل إبراهيم ودعاه لي ويعقوب وصاياه لأبنائه. إذا شئت أن نقرأ وصايا لقمان في سورة لقمان وهي طيب. في صفحة كاملة الصفحة الثانية من السورة. طيب وكان بعض المعلمين كانوا كالآباء والمربين الموصين الحقيقي وحفظت تلك الوصايا وأنا طالب متوسط بسبب مدرس جزاه الله خير مدرس والله ما أدري أحي هو أم ميت أظن من إحدى الدول العربية من طيب مصر أو من فلسطين. نعم ذكرها الطيب إن شاء الله. فشوف الآن يعني بسبب وأقرأها من أكثر من 40 سنة وحتى أصلي بها أحيانا. أنا ما حفظت القرآن ولا نصف القرآن لكن هذه من الآيات التي أرددها بين فترة وأخرى في مجالس على نفسي أحيانا نقرأ يا شيخ نبدأ طيب. في تلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. هذه ميزة لقمان ها تأتي الوصايا الآن كلها حتى آخر السورة آخر الصفحة. وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. انتهت هذه الوصايا في قول الله تعالى إذا أشرتم إذا أردتم نشير لها بعض الإشارات أو يشير لها بعض أحبتنا. أنا أعددت لها من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن قاسم رحمه الله وهو قد جمع تفسير بالقرآن بالقرآن وبالسنن وبالسنة وبالآثار. نعم لعلنا إذا رجعنا إن شاء الله نشير لها إن شاء الله. ما في شك لا شك شف الأسلوب. الابن ياخذ النصيحه منك ما تكون بالشده بالغلظه بالقوه لا تكون بابسط اسلوب عندك حتى هذا الابن يكون شوف يا بني يا بني يا بني. فحقيقه هذه اللي الوصايا اللي نقتدي بها اقتدوا بها السلف الصالح اقتدوا بها الانبياء اقتدوا بها ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الجيل الأول وكذلك الخلفاء ثم التابعين ثم التابعين إلى أن وصلنا. شوف هالوصايا الجميلة. فطبعا المتابعين أو المشاهدين لهم نصيب معنا في المشاركة. فمن الكويت شاركنا أبو مشعل العنزي
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساكم جميعا وعودة حميدة. الأخ العزيز بن نايف، موضوعكم مهم جدا، الأولين أو علوم الأولين هم من يكبروننا بالعمر، وهم من يملكون من تجارب الحياة والمجالس والدواوين عادة اجتماعية حرص عليها الآباء والأجداد لحل المشاكل وتفقد بعض البعض، وكان بها الحكمة والقصيدة والسالفة المفيدة، وتكون لنا الإبراس وطريق نمشي عليه، والدليل أن شخصيا أنا شخصيا يقول تعلمت ودرست معنى الوفاء والتقدير والاحترام من مجالس، من هذه المجالس ومن مجالس قراءة الواقع، ولستذكر منهم الوالد يذكره الله يذكره بالخير، أبو سليمان الأحمري، وكذلك أبو صالح، ومدارس يقصد يعني أنهم هذول شيبان ومدارس في الحكمة، ويقول تعلم من الحكمة والسالفة المفيدة، والمجالس كانت وسيلة التواصل الاجتماعي والأقرب والأصدق والأكثر تأثيرا في المجتمع، فهي مواجهة وهي واجهة اجتماعية حقيقية واقعية وبالأسماء الحقيقية، ولا يمكنك أن تروي أو تنقل خبرا في ديوانية ألا ويكون خبرك صحيح وموثق. يقول أتمنى أن يعي شبابنا دور الديوانية الأساسي أو دور مجالس كبار السن، وهذه المجالس الأولين التي يستفاد منها وينتقى منها أطايب القصص وأطايب الكلام وأطايب الأمثال. يقول حفظكم الله ورعاكم وحبكم نايف العنزي من الكويت أبو مشعل. نقول حياك الله أبو مشعل، ومشكور حقيقة على الكلام الجميل، وكذلك منهم من الآن شاركنا كذلك بمقاطع فيديو أرسلوها لنا في يعني هذا البرنامج أو في علوم الأولين الفقرة هذه، فلعل مخرج إذا كانت إنها جاهزة لعله عرضها لنا إن شاء الله. ذا الحين طيب نرجع لهم. طيب الاستفادة من مجالس الأولين والآباء والأجداد، تعلمنا منهم الأدب والاحترام وطيبة الجيرة والمعرفة وقوة الحجة والتحمل على الشدايد في الأمور الصعبة، ولا أقول إلا الله يرحم الميت منهم ويبقي الحيين. أخوكم مرزوق حميس بن عسير الحلفي مطيري. مرحبا، هلا والله أبو نايف، حياك الله يا أبو نايف. والله يا أبو نايف الأولين كلهم خير وبركة، فيهم الصدق وفيهم الكرم، ونستفيد منهم يعلمونا على أنواع الحلال، يعرفون الحلال، يعرفون البر، يعرفون الغنم، يعرفون إيه، وحياتهم حياة صبر وحياة جلد وحياة. حنا الحين الحمد لله بنعمة وبخير. السلام عليكم، قناة الواقع، برنامج علوم الأولين. برنامج علوم الأولين هو من البرامج اللي أثبتت جدارتها وأثبتت نجاحها من خلال أطلالة على الماضي الجميل ونافذة على ماضينا وعلى تراث أجدادنا بكل تأكيد. أخوكم نشمي الشلاح. علوم الأولين هي من البرامج المفيدة، وهي من تراث ثقافة الأجداد المورثة للأبناء، لما فيها من القصص المفيدة عن الصبر والشجاعة والفراسة وحسن الجوار وحسن الخلق، وهي مفيدة في تعليم الأبناء مكارم الأخلاق والصبر على الشدات. ونشكر القائمين على برنامج علوم الأولين. أخوكم فيصل العزيزي. يقول جلسة مع الشيبان وبعض العجائز تعطيك خبرة عدة سنينك سنين، سنك درست وللشهادات حائز وخذ دورات تمكنك تمكين، عمرك تقدم عدة سنين ناقز،
سبقت ناس مجلسه ومع كبيرين نصيحتي وإن كان تصير فايز احرص على مجلس علوم الأولين. أبو إبراهيم محمد المقبل. ما شاء الله حقيقة نفرح ونسعد حقيقة بمتابعينا مشاهدينا إذا أرسلوا لنا مثل هالمقاطع اللي تبعث فينا روح العطاء وتبعث فينا روح نستانس حقيقة. اليوم إن أحد شايف صار واحد يقول اليوم نمدح ينبسط ولا ما ينبسط؟ ينبسط لكن المدح يبغى له فعل. نعم فعلى يعني من وصايا الأولين حقيقة هو كلنا نوصي وكل منا يوصي أنا أوصي عيالي وأنت توصي عيالك وكل من يوصي عياله فحقيقة فيها أبيات لي أوصي فيها ولدي نايف نسأل الله أن يحفظه وإياكم وأبنائنا وأبنائكم وأبناء المسلمين يقول يا نايف أبوصيك واحفظ وصاتي ماني بحي لك عسى الله يعافيك حرص على دينك وبدأ الصلاة وجنب دروبه للرداء لا تدهويك واحفظ أخوانك وأمهم والخوات وتراهم أمانة ومعهم بنخيك خلك رحيم وطيب بصفاتي خلك رحيم وطيب بصفاتي ولين جنابك جعل ربي يخليك أنت سند لضعيفهم والبنات وأنت لهم عزوة وهقواتهم فيك ولا تذكر الماضي وما فات ماتي وخلك سليم الصدر للي يعاديك ولا تقطع أرحامك تراهم بركاتي حتى لو هجروك ربي يرقيك ولا تقطع أرحامك تراها بركاتي حتى لو هجروك ربي يرقيك ورزقك على الله قبل تات الوفاة يلي رزقك وعالمك كل ما فيك ولا تصدق الحكاي قبل الثبات واعلم ترى منه حكى لك حكى فيك هذه وصية قبل تاتي مناتي وانت رجل على المراجل مربيك كنا نستانس نوصي عيالنا واليوم مثل ما قال اليوم انه جاء الولد أطيب من أبوه ينبسط الواحد ويفرح ويفتخر به لخذه وقال أبو فلان لأنه هو اللي يشيل اسمك من بعدك وهو اللي لخذه وقال والله يرحم والديك الله يرحم من رباك الله فأبو نرجع لحديثنا أبو عبد الله الله يحفظك يقول تحدثنا قبل قليل عن وصايا آبائنا لنا أنا بتحدث الآن عن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلى الله عليه وسلم من وصايا عليه الصلاة والسلام لأصحابه ما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه وأبو ذر قال أوصاني خليلي يعني محمد صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وبركعتي الضحى وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام هذه وصية وبما أننا الآن في اليوم 15 من شوال يعني ما بقي على نهاية شوال إلا 15 يوم فأنا أحث وأرغب من لم يصم ستة الأيام من شوال أن يبادر إلى صيامها خاصة أقول لأخواتنا النساء من عليها قضاء من رمضان كان عليها حيض والعادة ثم أنها افطرت في رمضان فعليها أولا أن تبدأ بالقضاء ما عليها من رمضان حتى يصدق عليها أنها صامت رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان شوف حتى ولو بقي عليه يوم واحد ما يصدق عليه أنه صام رمضان كاملا لابد أولا أن يبدأ بالقضاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا ودعانا ورغبنا إلى صيام هذه الستة الأيام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر يعني كأنه صام سنة كاملة رمضان عن عشرة أشهر كذا والستة الأيام عن شهرين وهذه السنة والحسنة بعشر أمثالها كلها 360 يوم الله أكبر فاحرص عبد الله على صيامها من لم يصمها من قبل فالله الله يحرص على صيامها ولو يصومها ليست يعني شرطا يتبعها سردا لا لو يفرقها على ما بقي من الشهر فأسأل الله أن يبارك لنا ولهم ويوفقنا وإياهم فالوصية الثالثة التي نتواصى بها تحدثنا عن أوصاني خليلي بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وبركعتي الضحى وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام هذه أيام البيض الأفضل أن تكون أيام البيض اللي هو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر حتى ولو لم تكن أيام البيض يعني من كل شهر إذا صمت ثلاثة أيام فأنت صايم من السنة كلها كاملة
لأن الحسنة بعشر أمثالها. فلو صمت ثلاثة أيام من كل شهر كأنك صمت الشهر كامل. وكذلك موضوع صيام ستة الأيام من شوال. أوصي كذلك وأحث وأدعو أحبتي جميعا أن نحرص على قراءة القرآن وتلاوته. لا يمضي عليك الشهر ولم تختم القرآن تلاوة نظرا. يعني أنا أضرب لكم مثال، اليوم 15 ولا لا؟ المفروض أنك تكون في الجزء 15، تبدأ من أول الشهر تقرأ الجزء الأول، يعني ما يمضي عليك يوم. كم الوقت يا شيخ؟ كم الجزء؟ كم يأخذ وقت؟ ثلث ساعة. يطول عليك 20 دقيقة. ثلث ساعة. ها؟ ثلث ساعة بس. ثلث ساعة فقط. 20 دقيقة. وحنا نجلس على الجوالات ساعتين. على الجوالات نقعد ساعات وساعات. الله المستعان. فلو الإنسان يجعل من كل يوم له حزب ورد جزء واحد من القرآن ما يمضي عليه والله يا أخواني إلا ثلث ساعة، وأنا جربتها. واجعلها موافقة لأيام الشهر، حتى إذا مضى عليك 15 يوم الآن تعرف أنك في الجزء 15، وهكذا ما يمضي الشهر إلا وقد قرأت القرآن كاملا. والذي لا يقرأه ويغفل عنه، كثير من الناس اليوم لا يهتمون بقراءة القرآن ولا يبالون بذلك. وقد قال الله جل وعلا شكاية النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أمته، قال: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن ذكر ابن القيم رحمه الله أن له خمسة أنواع: هجر القرآن، هجر تلاوته، وهجر تدبره، وهجر العمل به، وهجر الاستشفاء به، وهجر الاحتكام إليه. هذه خمسة أمور لهجر القرآن. فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هجر، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن تلاوة وحفظا، ويرزقنا وإياكم القرآن حفظا. والله إني لا أعلم وأعرف، كما ذكر لي أن امرأة عمرها 70 سنة حفظت القرآن ما شاء الله في الدور النسائية، والله الحمد موجودة الآن في كل بلد، والله الحمد دور نسائية موجودة، والنساء والله الحمد حريصة على القرآن وعلى الدور، وتجدها ما شاء الله كل بعضهن العصر وبعضهن الصباح الضحى، فيحرصنا على ذلك. فأقول لك هذه امرأة عمرها 70 سنة ومع ذلك حفظت القرآن، فهذا ميسر لله الحمد. والله جل وعلا يقول في محكم كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فاحفظ كتاب ربك جل وعلا. يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: ارقى اقرأ بدرج الجنة واقرأ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهو يقرأ ويرقى بدرج الجنة. طيب يا أخواني، يوم القيامة هل معه مصحف؟ هذا دليل على أهمية حفظ القرآن. إذا حفظته نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يحفظ القرآن. نعم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حفظ كتابه، يجعلنا وإياكم ممن يحفظ حدوده وحروفه. اللهم انفعنا بالقرآن يا رب العالمين، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أبو علي كيدا. ما زلت معاك صايد والدي، بعطيكم هذه وبعدها برجع اللي عندي. لا نبي منك سنتين هي واحدة. ما نشبع منك. الله يطول عمرك. الله يحييك. الضيف له نصيب الأسد عنده. يقول: يا الله يا رب الشريعة والإسلام، يا واحد من كل العباد آمنت به، أسألك الغفران من شر الآثام وهون عذاب الروح لا حيسبت به. حين الضحى عديت في مرق بن زام، كل الجبال النايفة معتلت به، فكرت في الدنيا إيماني ومن شام الأيام، يا كم روحت به وجت به، ثم تفكر كم مظالي من أعوام، والساق كم مبدا طويل رقت به، واليوم أحاولها على المشي قدام تكاودت من مشيها لا مشت به، أحاول الدنيا على طول الأيام عن سدها لكن ما علمت به، قامت تخاطبني وضحك وتبسام، كم واحد قد غرته وضحكت به، تلعب بنا الدنيا على روس الأقدام، قدامنا كم شيخ قوم غدت به، وحنا على الساقة بتاريخ وارقام، ولين حبر القلم ميلت به، في الله يا مطلوب في حسن الأختام، الروح مضمنها وما حكت به. وسلامتكم جميعا. صح تبدان. طيب ردفها بأخرى. عطنا ثانية. نعم. أقول
يا هاج سيدام للشعار والشعر دور دور. عطنا خيار القوافي نبغي رسالها، أما نحتنا فرايدها بصم الصخور ولا ترى القريحة تركد أشوالها. ما كل شاعر بتفكيره يفيد الحضور، ولا كل كلمة تبيض وجه من قالها، ولا كل من عاش يذكر من طوال الشبور، ولا كل قوم تموت وتدفن أفعالها. يا ليت الإنسان لا منه دخله الغرور، بعيدا عنه وعنكم إن شاء الله. يا ليت الإنسان لا منه دخله الغرور، ينقاد صوب المشافي ينظر أحوالها، ولا يروح المقابر ينظر أهل القبور، غير الكفن وش خذت معها من أموالها. والثانية ليت لا منه نواب القصور، ما يقصر إلا عن الزلة ومن زالها. وليته ليا كثر تار أشوار يختار شود عود تعلم من الأيام وأهوالها. وليطلبوه الشهادة ما شهد له بزور، لو كان ربع عليه تجود حبالها. يا رب لوصل ذاك اليوم وانت الغفور، سحايب العفو منك يظلنا ظلالها. واختامها ما تعلى في اسمه نطيور، صلوا على محمد الشافع ابنه وعلى الله صلى الله عليه وسلم. صاحب زنك كلام جميل ما شاء الله، ابيات معبره توصي ما شاء الله بعدم الكبر، توصي ما شاء الله، هذه وصايا جميله. نسال الله ان يجعل فيها البركه ان شاء الله. اللهم اللهم امين. ابو محمد تفضل، عاد ما يحتاج شعر ولا نصح ولا لا، انا ابغى شعر اليوم اختارك ابو لا ابغى شعر. وش بغيت منه؟ من الاولين وش بغيت منه؟ والله كلنا نبغى من عنده قصيد، كلكم خير وبركه، طول اعماركم. تفضل ابو محمد. محمد ما شاء الله كل شيء كل مجال تلقى فيه ما شاء الله، مبدع موجود يعني على طول ما شاء الله. ما شاء الله ابد ما عنده مشكله ما شاء الله تبارك الله. يقول انا طالبك يا الله يا سامع الندى، سبحان اله كريم ما اقدر احصي وهايبه هايبه، تيسر لي اللي فايت اللي فاته الساق والمدى، وقف وقف بحظ وقف بحظي بعد باره ركايبه. فانا من صدوف الوقت غنيت على الحدر، ما هو من طرب لكنها النفس ذايبه، سلكت الطريق الصعب واحسبه لي قدر، وثاره الطريق وثار الطريق الصعب تكثر نشايبه، وجاملت خلاني وحذرت ملعدة، وسامحت منه شن صوبي حرايبه، وعودت نفسي تمحق الغل والردى، وتقبل على المعروف في كل نايبه، أسالم لمن سالم وحييه لا بدا، وأدور على العليا مع كل صايبة. عليكم جو. ومن سار بالفتنة له الباب موصدة، وناله نصوح صح ماني سايبه، وعلم الفتى في الشور لا من غدا، غدا يروم الطوال ويجتنب كل عايبه، يجاوب على اللي صار صوبه وينشده، ولا صد عنه وقال معرفه طلايبه، وشيمت عقيد القوم لا قام واقتدى بسنة رسول الله وارضى قرايبه، اللهم صل وسلم عليه. ولا غش في الذمة وميل عن الهدى، ولا طاوع الشيطان واخفى سبايبه، يوفي العهد والوعد ما طاوع احسده، وللدين والدولة وفى في عصايبه، يبايع ولا تلمر بيعه على المدى، ولا خان فيها ولا خان فيما سجله في ركايبه، ويوفي مع الوافين في ساعة الندى، مع والدينا حق لأمه وشايبه، وهذا وفى من بر ما ينحجد ما ينجحد أبد، ويلقى عيالها تقتضي في عقايبه، ويمناه وقت العصر تقطر من الندى، وكلمة هلا بالضيف ما هي بغايبه، يباشر بها الضيفان ويقدم الغداء، وكل الذي يحتاجه الضيف جايبه. وفي الخاتمة صلوا على راعي الهدى محمد رسول الله وعلى أصحابه. اللهم صل وسلم. صح لسانك. كني طول شوي. لا ولا طيبة. طيبة. بالعكس القصيدة الجميلة تستمتع بها حتى لو طولت. الله يسعدك. تنوعت. نعم. تنوع من كل بستان زهرة. نعم. نشكرك. أبو مهند. لعلي آخذ بستان زهرة من هذا البستان ثم أعطيك ما عندي. جزاك الله خير، هذا شرف. على 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 سرعة. تأخذها خلسة ولا؟ لا لا، هو قال أبيات في قضية بيعتنا. لا لا، وجه الوجه. ترى هذه سالفة الأولين. الأولين اللي هم أجدادنا. نعم. اللي قبلهم أبوانهم ولا هم بعضهم كانوا على يعني الخطأ دائم في التجارب، يوم قلنا المنهج العلمي. نعم. يعرف به الصح. نعم. لما اختلفوا تنازعوا، قال الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كان بعضهم يذبح بعض، واذكر قصة ذكرها الدكتور محمد بن ناصر الشثري في رسالة دكتوراه له عن الدعوة في عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. رحمة الله. ذكر شيخ من شيوخ قحطان مع شيخ من شيوخ بن عبود، هذا أظن شيخ من آل مسعود.
مع واحد نسيت اسمه من عتيبة، وكانوا يتصيدون البعض، يذبحون يبغون يذبحون بعض ثلاث مرات، ونجاهم الله، التقوا عند الملك عبد العزيز بعد ما اجتمعوا، وهذه تجارب الأولين. نعم. يوم اجتمعنا قوينا ولا لا؟ نعم. ديارنا وين مختلفة؟ صحيح. نعم. وكاد تحاسب الله، اجتمعنا في مجلس واحد صرنا، اللهم لك الحمد، الله يديمها، قولوا آمين. اللهم على على بيعة رجل واحد. سقف واحد يا رب. نعم، إمامنا واحد ولا تنازع. نعم. فيذكرون بعض ويضحكون، المسعودي هذا الحطاني والعتيبي ذاك، قال تذكر، قال الحمد لله انك ما صفتي ولا صوبتك، واجتمعنا عند ابن سعود والحمد لله اجتمعت صارت الامه واحده، يلا لك اللهم لك الحمد. هذا من البساتين الجميله، او الزهور اللي في بستان البساتين الجميله. اما اللي عندي في قضيه، نعود لقصه لقمان او قصص من قصص لقمان قبل الوصايا. نعم. الوصايا انت اوحيت ايحاء جميل جدا، يا بني ينبغي احنا نرفق بعيالنا وبناتنا. نعم. يا بنتي يا ولدي الله يوفقك، الله باللين. يسعدك باللين. نعم. ان الله يعطي على الرفق. نعم. ما لا يعطي على العنف. نعم. ولو كنت غضا لو انا كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا اللي يحصل معنا احنا بانفسنا. يمكن انت شفتها ليتني ما قلت وش الطريقه هذه، ليتني جبتها بالسلوك. لا قست على ولدك روح وخلك. ايوه، خصوصا الان خصوصا الان الهروب ودي سهل. لا حتى لو هرب النت، لو ان البنت في البيت في غرفتها بس معها نت، ما هذه راغبه. فنقول يعني هذه خرج الإمام أحمد في الزهد وابن أبي شيبة وابن جرير قصة عجيبة عن هذا الرجل الصالح، وقيل أنه عبد صالح اللي هو لقمان وليس نبي، لكن الله أعطاه الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. كان عبد حبشي نجار، وكان يوم من الأيام عند سيده، قال له سيده راح وذبح لي شات وجب أطيبها أطيب ما فيها، ذبحها. ومن حكمته هو يبغى يعلم هذا السيد، مع أنه عبد مملوك عنده، لكن آتاه الله الحكمة. جاب القلب واللسان، قال ما هذه أطيب شيء؟ قال نعم يا سيدي هذا أطيب شيء، القلب واللسان. بعد فترة شوي قال اذبح لي ذبيحة ورم أخبث ما في الشات. نعم. وراح وذبح الذبيحة وقص اللسان وقص القلب وحذفها وجاب الشات. وين اللسان؟ كانت تقول ارم اخبثها. قال امرك عجيب انت، قلت لك اطيبها جبت لي اللسان والقلب، قلت لي اخبثها. قال يا سيدي واسمعوا الحكمه يا جماعه، والله حكمه جاءت في السنه، جاءت في السنه، يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا العبد الحبشي لقمان، قال هما اطيب شيء اذا طاب، اذا صار طيب القلب واللسان طيب هما اطيب شيء، وما أخبث منهما إذا خبث. في كلامه مو موافق للكتاب والسنة. صحيح. سبحان الله، يوحي هذا المعنى من أن الرجل فعلا أوتي حكم عظيمة وقصص عجيبة، ينبغي أن تراجع في التفسير. وهذا ذكرته، ذكره الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم صاحب التفسير اللي ذكرته لكم قبل، قال لي تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار، الشيخ عبد الرحمن أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه، توفي قبل بضع سنوات، وصحبته فترة في أسفاره الدعوية رحمة الله عليه، وأهداني تفسير ستة أجزاء. مسألة اللسان والقلب، صلاح القلب، الدعوة الصحيحة حتى ما نخدع، بعض الناس يقول أهم شيء القلب، صح، لكن لا صح القلب صحة الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. واحد يسب ويلعن وكذا، بس نقولها قلوبنا صحاح، لا قلوبكم صحيح صحاح، وانتم تسبون بعض ويلعنون الوالدين ويلعنون، وشيء شيء مخيف في المجاز. لا بس اني ماني بقصد. وش تقصد انت سبيت؟ نعم. زين لسانك، هي طلعت من القلب، القلب مغروس فيه. نعم. والشواهد لسانك حصانك. يعني اي، والشواهد يعني يوم قصص الاولين اللي سبقونا ماتوا، في من مات وهو يذكر الله، يسبح الله، يبر والديه، يقرا القران، يستغفر، فلان في صدقة هو دائما يتصدق بها، يسأل عنها وتغرغرت الروح، ويقولون أبشر أبشر إن شاء الله، لا تنسون فلان فقير من أقاربه ولا من جيرانه ولا من معارفه، لا تنسون فلان، ثم يقبض الله على خير حال على الصدقة، هو ما تصدق بس قاعد القلب. وبعضهم اللي يقول إن كذا يقال له قل لا إله إلا الله، يسب ويلعن ولا يقول كلام ولا يصيح صياح كأنه يخيف والعياذ بالله. نعم. هذه من قصص الأولين. نعم. فالمسألة كما العنوان لقضية الأولين نستشرفها من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لقمان لما أخذ يوصي ولده، يعني لما قال له الوصية الأولى
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن الله أخبرنا أن الشرك ما يغفره ربي. يعني جيت موحد ما دخلت في شيء يكفرك في دين الله كما ذكر أهل العلم من نواقض الإسلام، فأنت في خير وسلامة. إما أن يعذبك الله على قدر ذنبك أو يغفر لك فتدخل الجنة. ومن المزايا أن حينما يدخل الجنة قد يغفر الله لك بسبب شفاعة الصحبة الصالحة يومك تحبهم، فيقولون فلان فيشفعون فيشفعهم الله فيه. أحرص على الصحبة الصالحة لو ما رحت معهم، زي مثل القصة اللي ذكرها الشيخ لما قال قضية يعني أحب الله ورسوله، وقال وجاء آخر قال أحب، قال إني أحب القوم يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ما وصل مواصيلهم وعلومهم الطيبة، قال يحشر المرء مع من أحب. أظن حديث أنس هذا يا شيخ. نعم. ها؟ فإذا بالمسألة تأتي إلى أنه فعلا إذا صحبت الخير فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. نعم. عن المرء لا تسل قرين. فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم. أصدق فلان دشير كلهم من أولهم لآخرهم أهل الحبوب ومخدرات، آخرتها شفنا لنا نزور السجون من أكثر من 20 سنة. وش السبب؟ والله تورطت أنا مالي دخل، بس هو جاء وحطها في السيارة، والله أنا من يومين وثلاثة أيام، والله والله ما تعدت 3-4 أيام بالكثير، يتصل بي واحد أخوه كذا تور اللي مرطه فلان. قلت فلان أنت تعرفه ونعرفه معرفة خفيفة، ما نعرفه معرفة، بس أنا من يوم شفت اللي محتمه قال فعلا أخوي بري منها، بس ذاك حط في شنطته، حط في السيارة ماخذ معه. والآن الحملة الجديدة عسى الله يبارك فيها، قولوا آمين. آمين. حملة ضد المخدرات. آمين. نسأل الله يوفق القائمين عليها. قولوا آمين. من كبيرهم إلى الجنود اللي يواجهون وفعلا يواجهون النار، أحيانا يطلق عليهم النار ويسمون يحق أن يقال اللهم بلغهم الشهادة. الله أكبر. نعم. فآخرتها حط هذاك وتورط، والنظام اللي جاي قضية هي سيارتك أنت مدان، ما علينا منك، حطها خويك. لذلك شوف خويك صحبة، شوف خويك. وهذه من الوصايا اللي قلت لكم في البداية، والدتي رحمة. نعم. الله عليها قالت لي في قضية الوصايا يعني الصحبة، كانت في الصحبة حريصة على الصحبة، فكانت هذه من أول وصايا قضية لا تشرك لأن الشرك لظلم. ثم قال وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهن على وهن، ضعف وشدة وتعب وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك. قال الشيخ أحمد بن قاسم في تفسير هذا وذكرها لأنه يجمع ما استطاع من عدة تفاسير. تفاسير. نعم. شرف أو أنه ميزة للوالدين أن جاء أن يشكر لي ولوالديك، ما قال ثم والديك. نعم. ولا الله غني عنا. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى ما يعدل شيء، لكن ووالديك أن يشكر لي ولوالديك لعظمهم. نعم. لعظم الحق. نعم. لعظم الحق. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعم. الطاعة لا تطيعهم في معصية الله، لا تطيعه لا قريب ولا كبير ولا صغير، ما في طاعة، لا طاعة في معصية الخالق، لا طاعة للمخلوق في معصية، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. فننتبه لهذه المسألة التي ما فيها. ثم جاءت الوصايا، إذا كم معي من الوقت ولا ينتقل الميكروفون؟ ها نكمل إذن هذا، نرجع لك ما عندنا مشكلة. يا بني أكمل، بس أكمل وبعدين نعود. لما قال يا بني. نعم. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أقم الصلاة، مو يا بني صل، ترى فيه فرق بين أقم الصلاة. يوم نوصي أولادنا، هل أنا ولا أنتم أحد من قال يا ولدي أقم الصلاة؟ شافه عجل في صلاته قال أقم الصلاة. الصلاة صحيحة. هي صل كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد فيها في وقتها مع المسلمين، وأنت يا بنت في وقتها في بيتك، وهكذا أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أمر بالمعروف، ترى هذا 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 أعظم أمر تقوم به يقوم به دين الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهل النصيحة والأذان إلا أمر معروف عن المنكر؟ هذا البرنامج دالحين الأولين والعلوم الطيبة من مكارم الأخلاق، من الشيء، من التوصية بالصلاة وبر الوالدين، ما هو إلا أمر بمعروف. صحيح. الدكتور الحقيل في رسالته الأمر معروف عن المنكر، في رسالة له جميلة كتاب طيب، يقول الأمر بمعروف والنهي عن المنكر كلاهم يعبر عن الآخر. لما أنك نصحت واحد في الصدق، بعطي مثال وأنت إن شاء الله منهم، يا أبو نايف خلك مع الصادقين، وش معناها؟ أنا أحذر
نفسي وأحذر بنايف أنكم مع الكاذبين، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا من أهل الكذب. ليش؟ لأنه ألا لعنة الله على الكاذبين. فالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر في ميزان واحد، وبدأ بالأمر بالمعروف حتى يسهل الأمر. وهذا اللي كنا ربانا الشيخ عبد العزيز بن باز أكثر من 15 سنة على قضية الأمر بالمعروف والتواصي. أصبر على ما أصابك، يمكن ما يقبل مني فلان، يمكن يقول أنت تشدد، ويقول بعض الألفاظ الغريبة، أكرم تشدد، الله قال كذا يا أخوي يا أخي. بس وبعضهم يحتج بقضايا غريبة جدا، بس فيه خلاف بين أهل العلم يا أخي، المسائل فيها خلاف كلها، حتى المعتقد فيه كفر وفيه إسلام، ما هي بالدعوة خلاف فقهي. فأنت تعال إلى الأمر، تعال إلى قال الله قال رسوله وانتهى الموضوع، فيه دليل أبشر، سمعنا طيب. وأطعنا. نعود لك إن شاء الله بعد. الله يجزاك. حقيقة أنت قلت أولا في الرجل اللي أخذ القلب واللسان. نعم لقمان. نعم لقمان أخذ القلب واللسان، وهن أطيب ما في الإنسان وأخبث ما فيه. أنا أتكلم لكم عن ما في لسان، لكن متى أخرج ما في قلبي؟ إذا سمعنا قرأت أنك ما تخرج عن ما في قلبك إلا في حالتين. نعم عند الهرم وعند الموت، عند غرغرة يخرج ما في القلب، يخرج ما في القلب عند الحالتين ذي. يبدأ نشوف الهرم دالحين عندما الإنسان يدخل في مرحلة الخرف، تلقى يتكلم عن ما يحبه في قلبه، اللي يتكلم في الإبل، واللي يتكلم في كذا، واللي يتكلم، كل إنسان يخرج ما في قلبه خلاص. ففي الحالة الثانية عند غرغرة الروح يخرج ما في قلبه، إذا كان يوجد في قلبه لا إله إلا الله أو لا، لأنه يعني يقول كيف فصل العقل عن القلب. الله. فيبدأ الإنسان يخرج ما في قلبه في هالحالتين دي. أما غيرها أنا أتكلم بما في لساني، وأنتم ما تعلم عن القلب، وأنا أو أنت والثاني الناس يبغون ما في اللسان. ليش؟ اللي في قلبك في قلبك، ولكن خل لسانك حلو، خل ستلطف. ف سبحان الله. نعم. يا أخوك ذكرتني بشاي بعرفه، ذاكر لله في غيبوبة، في خرف مو في غيبوبة، وآخر يمكن جت تصوير له باليوتيوب وسمعناه، اللي يزوره بس يقرأ بداية آية هو يكمل الباقي إلى آخر السورة، ولا جزء عليه وكل شيء في بيته، يزورونه في بيته، واللي يأذن وقت الصلاة واللي يأذن وقت الصلاة واللي يأذن وقت الصلاة. الله يجزاه. في أحد المتابعين كذلك أبو مشعل محمد سعد الذيابي أرسل يقول مما يستفاد من الآباء أخلاقهم الكريمة، من احترام وتقدير للغير، لا نحصي كم رأينا أحدهم يقوم لمن دخل عليه في مجلس احتفاء به واحتراما له، وربما كان مساويا له في العمر أو أصغر منه، يفسح له باحتفاء وحرارة، ولا نحصي كم أجلس غيره في مكانه بروح تمتلي رجوله وشهامه وعزه وكرامه، ولا نحصي كم صمت أحدهم صمتا طويلا يستمع لغيره من غير تملل أو انشغال، ولا نحصي كم قدم غيره على نفسه بشرب ما يقدم من قهوة أو غيرها. نحن في هذه المجالس اقتدينا بمن هم أكبر منا، وأخذنا منهم الدروس وتعلمنا منهم، وهذه المجالس هي مدارس. شكرا أبو مشعل محمد بن سعد الذيابي على هالكلام الجميل. أبو عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان رديف الغلام، فماذا أوصى به؟ قال يا غلام احفظ الله، إني أعلمك الكلمات، إني أعلمك كلمات فاحفظهن. هذا ابن عمه ابن عباس. نعم. رضي الله عنه. احفظ الله يحفظك. نعم. احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء، يعرفك الشدة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذه الوصايا اللي حنا الآن ودنا كذلك نصيبها أبناءنا، نصيبها أخواننا، لأن الله عز وجل هو الحافظ سبحانه وتعالى. ولكن كيف قال الله عز وجل احفظ الله؟ احفظ أوامر الله عز وجل في حياتك. فحول هذا حول هذا الموضوع، لكن قبل الله يسلمك. نعم. ويحفظك. حنا الآن في علوم الأولين. نعم. البرنامج اللي نحن فيه الآن ومضى عليه 53 يوم. نعم. هو مراجل مأخوذ من الرجولة. نعم. أنا أقول لو نتتبع القرآن كله ما يذكر الرجل إلا في أمر الدين وأمر الآخرة، أما في أمر الدنيا وش يذكر؟ الذكر. نعم. يقول الله جل وعلا وللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في أمور ميراث والدنيا، لكن في أمور الآخرة والدين
يقول الله جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فلذلك هذه الوصايا ومن ضمنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي كان يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار وكان عمره ذلك الوقت فقط 12 سنة. لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا كان عمره 12 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان عمر ابن عباس كم؟ 13 سنة، 13 عاما عمر ابن عباس. ولذلك هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، يسميه غلام وينبهه إلى أنه سوف يوصيه، يقول إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه الوصايا العظيمة. ولذلك مسألة احفظ الله يحفظك، الله ما هو بحاجة أن نحفظه، لكن وش معنى احفظه؟ يعني أنك تحفظ حدوده وتقوم بأوامره. ولذلك في الحديث من عادني وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي بشيء عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. مش معناه كنت سمعه؟ يعني الله يحفظ عليه سمعه، فلا يسمع إلا ما يحل الله له، ويحفظ الله سمعه عن الحرام. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أن الله يحفظ عليه بصره فلا يرى إلا ما يحل الله له، ما يرى الحرام. ها، وكنت رجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يقول وما ترددت في شيء، ترددي في قبض عبدي المؤمن، روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به أمته على أن يكونوا مع الله جل وعلا في أمرهم، في نهيهم، في قيامهم بذلك. لذلك يقول بعضهم تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي. ختاما قبل أن أطيل عليكم، أنا أذكر مسألة عظيمة وهي التي أشار لها أخوي الله يحفظه أبو مهند الشيخ محمد، موضوع الرفقة الصالحة، الجلساء الناصحين. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذه لابد من الكونينة، لابد أن تكون صادقا مع الصادقين، أن تصاحبهم، أن تجالسهم. مثل الجلس الصالح وجلس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة منتنة. لذلك يذكر الشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله تعالى، يقول أن فيه شاب عندهم لما كان في أبها في مسجد الميصة، يقول كان يصلي معي شاب طيلة الأوقات، ما كان يتأخر عن الصلاة، حتى أنه كان ينام في المسجد حتى لا تفوت صلاة الفجر. يقول فمضى على هذا وقت طويل وكان يدرس في المتوسطة، يقول فذهب أرسلته أمه إلى السوق، انظر تأمل حال الجلساء الناصحين وحال الجلساء السيئين، أثرهم، أثر الجلس السيء على من يجالس. يقول فأرسلته أمه إلى السوق وهو ما مع سيارة، يمشي إلى السوق فمر عليه واحد من زملائه وأركبه بسيارته، قال اركب معي. فلما أراد أن يركب معه قال له لكن بشرط، يقول هذا الصالح التقي هذا الشاب الناصح، قال له بشرط ألا تسمعني الأغاني، ألا تشغل الأغاني. ها، ومشى فترة من الوقت وقال له زميله وش در ومن قال لك إن الأغاني حرام؟ خلني أسمعك شيء منها، شيء قليل بس، قال لك تسمع منها شوي يمكن تجوز لك. فأخذ والعياذ بالله يسمع شيء من الأغاني، حتى لما أوصله إلى البيت قال له خذ هذه هدية، يعطيه هدية شريط لما ذاك الوقت الكاسيت،
فلما نزل هو فكر قال بسمعها هالشريط هذا بسمعه وبعد هذا بسجل عليه قرآن ولا حديث وأعطيه لصاحبي. ولكن والعياذ بالله أخذ يسمع الأغاني ويترك الصلاة كله بسبب جليس السوء الذي أودى به إلى هذا الانحراف بسبب الجليس السيء والعياذ بالله. فلنحذر من ذلك أحبتي في الله. وأنا أوصي الآباء الذين يشاهدوننا الآن والأمهات، الله الله بأبنائكم، الله الله ببناتكم، لا تدعوا عليهم، ادعوا لهم. والله والله يا أحبتي في الله إن هذا أمر خطير، وهو أن يدعو الوالد على ولده أو تدعو الوالدة على بنتها. الحذر الحذر من الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدعو أحدكم على نفسه أو على أولاده، ها، قد يوافق ساعة يستجيب الله له. وأذكر لكم في ذلك قصة وبها أختم. هذا رجل في الليل قال له ولده أنا بطلع مع زملائي أبذاكر معهم، قال لا اجلس في البيت بعد العشاء اجلس لا تطلع. قالت له أم الولد، قالت أنت معقد، أنت ما تخلي الولد يرتاح، أنت ولك كذا على الولد. تعاونت الولد على أبوه، فما شعر الوالد وهو يريد سيارته يقول له عطني السيارة، يقول له الولد يقول له لأبوه عطني السيارة بروح لواحد من زملائي. الوالد من غضبه وشدة غضبه والعياذ بالله على ولده قال خذها، خذ السيارة جعلك ما ترجع. أعوذ بالله والعياذ بالله. قالت ألم خف الله، ليه الكلام ده، ليه تقول هالكلام، ليه؟ قال خلاص طلعت ما أقدر، الأمر لله، أراد الله أن ينفذ أنا أمره. فخرج الولد ويا ليته ما خرج. شوفوا يا أخواني، خرج الولد من البيت ويا ليته ما خرج، لكن هذا أمر الله جل وعلا. ومضى الليل كله ما جاء الولد. ويوم جاء الفجر قالت ألم وين الولد، الولد ما جاء، أنت الظاهر أن دعوتك هذه اللي دعوت عليه فيها والله الظاهر أنها صابته. قال لا خوفي الله ما قالت كلمتك هذه تقول جعلك ما ترجع، هذه مصيبة ذي. فذهب الوالد أبوه يسأل عنه في الشرطة، يسأل عنه في المستشفى، ما علم إلا راعي الثلاجة اللي في المستشفى يأخذه معه. قال هذا الآن توه جاي شاب، هذا ولدك في الثلاجة ميت على حادث من حادث السيارة. قال لي والله هذا ولدي، وخذه وصلوا عليه وأدخل في قبره وينادي على الناس يقول ترى أنا اللي ذبحت ولدي بهالكلمة ذي بالدعاء. فالله الله يا إخواني احذروا أن تدعوا على أولادكم، الله الله ادعوا لهم، نعم بالصلاح، لأن يوجد من النساء نسأل الله العفو والعافية من دائما تقول ها جعلك السرطان، ها جعلك النار الحامية، هذه كلها مصيبة نسأل الله العفو والعافية. لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على بناتكم، الله الله ادعوا لهم بالصلاح. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم جزاك الله خير. والله أني أعرف الآن عائلة ابنهم مصاب بالسرطان بسبب دعاء أمه، دعاء الأم، أعرفهم الآن، أعرف الأم وأعرف الابن. دعيت عليه، دعيت عليه، قالت الله يجعلك السرطان، والآن هو مصاب بالسرطان وتبكي دم من أجل ابنها. أبو علي أعطنا ما في جعبتك. الله ما بارك وجهك، عسى تقبل دعايه لا دعاته وتكفينا في صدوف الحياه. الله بعد ذكر الولي بقول قول يفيد اللي يميز. وش نقول ترى الكسبان من حفظ الوصاه، فروض الخمس هي حبل التواصل الله. مع رب عليم بالحواصل صلاتك هي نجاتك في الحياه، ولا ترخص مقام الوالدين، ترى البر فيهم فرض عين ووصى قبلنا فيهم لله. ومن يفقد حداهم ما يلام لو انه طول ليله ما ينام من الحزن العظيم اللي لفاه. ترى الشيبان في الدنيا مدارس، مناهجهم في المجلس تدارس ومواقفهم تناقلها الرواه. وزله من رفيقك لا تغيظك، إلى من صار وقفاته تعيضك، ترى الخسران من خسر قرباه. وإلى شفت الخطأ حاول تصدد، وإلى من هنثنى فلا تنقد، وثالث نوب لا تسمح خطاه. وجميل أن تفعل حذرات عدة، لو أنك ما لقيت اللي يرده تلاقي عند خلق الله جزاه. وجميل أن تفعل حذرات عدة، لو أنك ما لقيت اللي يرده تلاقي عند خلاقك
جزاه يمينك لا تمد الا جزيله ولا تتبع دروبه للرذيله عشان تعيش لك وجها وجاه. وانا ما قلتها من كبر سني ولكنه يرد العلم عني ومثلي كل ميقاف حماه. وختم القول صلى الله وسلم على وجه النبي الهادي المعلم عدد ما هل وبله من سماه. سلامتك. سالم صحيح تبدانك. هذه نبغاها يا اخي تصير لوحدها هذه درر معلقه هذه. اي والله اي والله ابو علي. سلام ابو علي ابشر. عطره اخرى. احنا لاجل الضيف حملنا ترى. الله يطول عمره ابد. ما نطمع حد يجينا طول عمر نسمعه. نمسك بخطه. نمسك بخطه. يقول ما انتب على بعض المواضيع مكلوف. وشيء يضيق خاطرك لا تعده. بعض التعب في الوقت ما هو مخلوف. وشيء فقدته صعب تقدر ترده. الله عطاك عيون وعيونك تشوف اللي هفوا واللي تعلوا لشده. شد. وان كان تبغى تعتلي كل طفطوف. العلم لا منه تنصاك سده. ما انتب عن الطالات والطيب مكتوف. ما انتب عن الطالات والطيب مكتوف لو كان ما تلقى لك اللي تمده ولا تعارض كل حاذف ومحذوف. واذا ارتخى حبل الجفا لا تشده. خلي الوصل منصوف والبعد منصوف واحكم علاقاتك بليل وشده. وسلامتك. سلام صح شعرت معاويه كما يقولون. ها على انك علاقاتك قويه مع الناس كلها. يحتاج ما شاء الله. الله يطول عمرك. الله ينفع بك. حكم حكم رجع في كلامك. والله اللي قابلكم في المجلس الطيب هذا انه يزيده شرف. الله يسلمك. الله يطيب يصلح عيالك ويطيب اعمالك. اللهم امين. كلامك ما شاء الله وشعرك جميل والحقيقه يعني فيه اثر بعد الله سبحانه وتعالى. الله يطول عمرك. ابو محمد بسمعكم بيتين بس. لا اطرق 60. بيتين منك ابو محمد. انا معذب. هو لا قال بيتين ادري ناقص 60. يدرب يدرب مين ابد. يقول وين بالقلي محبه على وضح النقا في قلوب صافيه ينعرف منطوقها وفين بالقلي صحيبا يبادر باللقا يحترمني واحترم جايته وحقوقها خاليا قلبه من الحسد وانواع الشقا والبهالك ما تعود يصير دروبه طروقها خاليا قلبه من الحسد وانواع الشقا والمهالك ما تعود يسير طروقها انت قابلنا فحنا حبايب واصدقاء وانت فارقنا فالاسرار في صندوقها والعيوب تذوب والستر للغالي بقى والتواصل يسعد النفس بعد عقوقها. سلامتكم. سلمت. سلمت ما شاء الله. انت سالم هذا البيتين ها؟ البيتين. ما شاء الله عليك. جزاكم ما شاء الله الله يسلمك ولا يضرك يا ابو محمد. الله يجزاك خير. ابو مهند. جعلك تسلم ويبارك فيكم اجمعين. فيها لما ذكر الشيخ شيخنا أبو عبد الله مسألة الرجل الذي يذكر في كتاب الله. أهل الإيمان وأهل الديانة لأنه كما قال الشاعر صاحب النونية القحطاني لما قال الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. في الرجال جاء وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ثم جاء بنصائح تقريبا صفحتين ونص ينصح قومه من أعجب ما رأيت وهذا من علوم الأولين ينبغي أن نأخذها بقوة كما قال الله جل وعلا خذوا ما آتيناكم بقوة ينصح قومه قال يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. يقول في التفسير الشيخ أحمد بن قاسم رحمه الله قال أشار إشارة غير مباشرة إلى أنكم ترى
يهلك الله هذا العرش يا فرعون، لأنه قال في التفسير وذكروا أنه ابن عم فرعون من أقاربه، ونجاه الله في الأخير التحق بموسى ومن معه فنجاه الله من الهلكة في آخر شيء، في آخر القصة اللي وردت في سورة غافر، في سورة غافر صفحتين تقريبا ونص. فكان يلمح لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، وكانت من أول الوصايا. فمسألة أنه الرجل ما كل ما يعني كما البيت الشعري المعروف مشهور العربي الفصيح في الرجال قليل، وش أوله مشهور البيت ايه نعم يمكن نسيناه من طول الوقت ها اي والله. يعني ما كل من يقول انه رجل رجل، فيه للذكر مثل حظ الانثيين في قسمه في امور، وهذا معروف كما جاء في الحديث الصحيح لما قال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها الراحلة، الناقة الرحول كذا، غير يعني غير الإبل الثاني، الإبل الثاني يبشر منظرها وزينها ومشيتها وكذا، لكن الرحول اللي تشدك وتسريبك وتخدمك وكذا تراها قليل. كذلك الرجال استذكرت البيت والرجال قليل، فنقول يعني ذكر الرجل في الكتاب في القرآن في الكتاب العظيم هذا يعني شرف أن يكون الواحد من أهل الإيمان من أهل الديانة من أهل الصلاح والخير. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، حتى يعني جت مقارنات الصحابة أو التابعين سألوا زمن علي رضي الله عنه وأرضاه في خلافته، قالوا أن مؤمن آل فرعون ذكره الله في القرآن هو من أفضل الرجال، وقارنوه بأبي بكر، ومن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ذاك الرجل العظيم، فروى لهم القصة وفصلها تفصيل أنه قالها فرعون ظاهرا، لكن هذا الرجل كان يكتم إيمانه، أما أبو بكر فكان يظهر إيمانه. وأتوا يا جماعة مشهد عظيم في الصورة، محمد صلى الله عليه وسلم يطوف أو يصلي عند الكعبة فيأتيه هذا ويشده ويأتيه هذا ويشده حتى خنقوه، فيأتي راكض هذا الرجل الصالح أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فيدفع هذا ويدفع هذا ويصيح ويبكي تنسكب عيونه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، سبحان الله. فنقول الرجال من قاموا فعلا بالموجبات، وكما يذكر أهل الحكم أن ما الرجال حقيقة محكهم في مواقف، ولا ندعي المثالية لكن الصدق صدق، السفر يسفر عن الرجال بس مو بالسفر على المراتب، احنا حاجزين بالطيارة وحاجزين بالباصات حاجزين مع حملة للحج والله رجال لا شفه وهو في الحملة وكذا، هو يفزع ويخدم وكذا، هذا الرجل لا طلعت انت وياه للبر وكذا شلون مرجلته شلون جيده خفة نفسه اي نعم يخدم نعم. هذا فيه رجولة مع هذه المراجل رجولة. هذه المراجل الحقيقية اللي نحكي بها وهذا العنوان الجميل في هذه القناة الجميلة ينبغي فعلا من يكون، بل جاء في الحديث سيد القوم من هو؟ خادمهم، من يخدم من يخدم ساد على القوم صحيح. وهذا فعلا نشوفه ظاهر، نستحي احيانا فلان هو اللي خدم كذا تستحي منه كذا، والنفس تحب ان تخدم ما تخدم ايوه تحب ان تخدم، هذا الخمول، ونحث اللي عنده خمول لا تحسبه الا انا مخدوم حشوم لا مخدوم لا حشوم لا. اخدم يا اخي العطاء تراه يسعدك صحيح، العطاء يجعلك رجل، لا قالوا فلان والله هو النعم ومية نعم ما قام في ذاك الحفل في ذاك العرس في ذاك المواقف، تعال المقام الثاني غير الأسفار في كما أشرنا له تو بس ما حطينا كنقطة ثانية اللي هو المواقف، لا منك اندقيت بأي ظرف من الظروف، لا جاء واحد مريض من التنوم وكذا، لا جاء فقد فلان في أزمة من الأزمات المالية ولا شيء، من اللي وقف معه؟ أحيانا ما معك فلوس وتبغى توقف معه، أنت بنفسك يومك تحكي له ذا المشاعر هو يقول يكفيك نعم أبشر، أنا أعرف واحد من عيال عمي ولا من الربع ولا من كذا بيسلفنا ولا بي إن شاء الله بيسدد المديونية كذا، وتروح والله لو تجيب له 1000 ريال وهو مطلوب 200 ألف ولا مليون ولا شيء يقول ذا 1000 كأنها ملايين، يعني ما أنت مكلف بي، لكن هذا يعني فحسن العهد من الإيمان جاء في الحديث يحسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، حسن العهد من الإيمان، رجال اللي معه مواقف اللي معه كذا، ولا جت ذيك الساعة اللي أبغاه فيها قفة ما كان يعرفني، ما هي مراجل
وهذه كانت زمن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، يجون الفقراء الفقراء من مكة، وهم كانوا أغنى الناس، من ضمنهم عبد الرحمن بن عوف، ويجون عند الأنصار وكانوا في خير حال، مو في زي غنى أهل مكة، يمكن في غنى ولله الحمد، عندهم مزارع عندهم خير. وآخر الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين من؟ عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن معاذ أو سعد بن الربيع، يا أخي بينهم. وبعدين شوف المرجلة الصدق، هذا للصحابة، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا الرجال السمعين، سعد بن معاذ أو سعد بن الربيع عنده زوجتين وعنده مزرعتين، وعبد الرحمن بن عوف في خبر أنه تاجر في مكة وجاي مهاجر، يبغون الجنة المهاجرين شيء، لذلك سبقوا الأنصار بهذا، سبقوا أنهم تركوا الدنيا مرة، والأنصار سبقوا باقي العالم بنصرة هؤلاء القوم، نصرة محمد صلى الله عليه وسلم، فكل له شرف. تعال، قال عندي مزرعتين وعندي زوجتين، أما الزوجتين هذه ولا لا يا شيخ فلاح نراجع عمارنا فيها، ها اللي ما أبغاها أخذها، ها لا ها ما قال كذا، المزرعتين بنقول مال بعيد شوي ها أخف، لكن الزوجتين لا والله بشوف أحبهم لي وأعطيه الثانية. كلنا بيقول كذا، سعد ما قال كذا، قال انظر البستانين أيهم أحسن، وانظر زوجتي عندي زوجتين أحبهم لك، شوف الطيبة اللي ملت عينك خذها، أطلقها وتعتد وتأخذها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. وتاجر، وهذه من المراجل، ان تاجر لا عاد ندور بس وظيفة وظيفة وظيفة، نقولها للشباب نقولها للبنات نقولها لنا بنفسنا، خلونا نتاجر باللي نقدر عليه، ترى بيغنينا الله وبيبارك لنا. يا جماعة بعض ربعنا، أنا خذيت البكالوريوس ثم خذيت دبلوم عالي حق الماجستير في يعني ها على بالي، وأطلع في الإعلام، هذاك ما يطلع في الإعلام ولا شيء، والله ما تعدى ثاني ثانوي، وإنه يبيع بعضنا بيوت وبعض مدرسينا بعضهم بيوت وعايشين في خير ونعمة ويجيب تجارة وعلى خير وصلاح. يلا لك الحمد، وفق الله، توفيق، وفق الله، خل دلني على السوق. نعم دلني على السوق، اي والله هذا المفروض يصير عنوان هنا في المراجل يا شيخ. نعم دلني على السوق. الحين شيخ فلاح، الحلقات اللي عندكم في المسجد قايم بها اللي يمون الرواتب، موظف ولا تاجر؟ لا تاجر. لا خليك صادق، اي موظف. نعم موظف اللي يقطع من راتبه ولا تاجر؟ لا شيكات تجار. الداعمين تاجر. الداعمين تجار. نعم الداعمين. انا مسكت كم حلقه، وكم عند الشيخ السويلم رحمه الله، ادعوا له بالمغفره والرحمه، ذاك الرجل، وعند غيره من المشايخ، ما تجينا شيكات من تجار تدخل على ايش؟ حساب الجمعيه. نعم ما اعرف. انا اقول دلني على السوق، هذه من المراجل، بعد هذه الحلقه ودنا يصير عنوان ان شاء الله، ان شاء الله اللي تبغون. نعم. بس لان عيالنا الان في حاجه علومنا الاولين، احنا نقول احنا الاولين لهم، دلوني على السوق. شوف عيالنا اللي اشتغلوا، حلوه عيالنا ها. ايه. جميله اللفظه. شوف عيالنا اللي اشتغلوا، ايه مره قحطانيه راحت فيها، شوف البنات اللي حتى في بيوتهم واشتغلوا بالنت في البيع والشراء، مو ذا الحين سهلة التجارة بالنت ولقوا خير، فانتقلنا من موضوع الموضوع. نوصيهم كما أوصى لقمان ابنه لما قال له بهذا بالأمر المعروف وبالآداب، نختم بها بالآداب. دقيقة طيب حنا خلاص دقيقة واحدة. يا بني يا بني أقم الصلاة والأمر، ثم قال يا بني في الآداب لما أوصاه بقضية ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال مفخور. انتبه لا تكبر على خلق الله. معليش بوقف يا شيخ وبقول بعض شبابنا بل بعض الشباب الكبار يعني لا جاء لا شاف كذا حسن اللفة دي بتكبرك بتزيدك ما تلاحظ حسن ما شاف هذه قد تمقتك إلى جهنم. لا مستعان. لا. ولا جاي تنصح المتكبر ما يقبل النصيحة. صحيح. ما يقبل النصيحة أقولها بأعلى صوتي. لا. لأن في علو الصوت في الخطب خطب النبي تقول مو بتقول الآية تقول واغضض من صوتك هذا في الكلام. لا. أما في النصح وكذا يرفع الإنسان حتى يسمع. يا جماعة ترى المسألة رد الحق من الكبر، هي رد الحق وغمط الناس هي الكبر. لا سمعت النصيحة اسمع، ترك تسمع أمر الله وأمر رسوله. ما أنت بتسمع كلامي ولا كلام فلان إيه ذا ينصحنا اللي توه طالع من بطن أمه حسن ما شاء ينصح الصغير الكبير. والله يوفقنا وإياكم لطاعته وتعيدونا بحلقة إيش دلني على السوق. هذه عنوان أعطتنا عنوان. إي والله إن شاء الله تعالى لا تجيبوني أنا وإشكالي. نعم. ما إحنا أهل تجارة.
شوفوا لا شك دائما لا ما جب ما جب طاري السوق الا لك ضريبه شيء يبان السوق بن جربوع ولد عمي الله يرحمه هنا في الرياض غفر الله له الله يجعله في جنات شيء يبان يوصونا يقولون المرجله اول مراجل صعبه تحضر وتغيب حضر وتغيب دائما مراجل يقول كل مراجل صعبه ما كل واحد يعني يحرزها ولا كل واحد فلعلنا في ابياتنا بذكرها لكم لي يقول المرجله الصعبه مراجيبها تخيف ولك البدائن وصل منتهاها المرجله لو هي كلام وسواليف انسان كل حازها واقتناها المرجله في طاعه الله بتكليف ومن لا يطيع الله رجل وبغاها المرجله حد كما الحد للسيف طيب الرجال يبين ولا رداها المرجله فعل المواجيب للضيف وقضيه لزوم حاجته في حراها المرجلة تحضر من حالها ضعيف والله حليم بحالته ما شكاها لو كان ما عنده سوى حبة رغيف ياخذ بوجه حاجته ثم قضاها لو كان ما عنده سوى حبة رغيف ياخذ بوجه حاجته ثم قضاها ويقوم في حاجتك عند المعاريف بقدره ومقدوره لأجلك بداها وتغيب عن بعض العرب بالمواقف لو كان حاله في غنى من ثراها يكثر الأعذار خوف التكاليف وليا وعد في حاجة ما وفاها دايم يخاف الفقر يقول دايم يخاف الفقر يشكي من الحيف ولا له قدر عند العرب لا لفاها يا الله يلي تبدل الوقت بالريف تهدي قلوبا غافلة من شقاها وسلام نعم وسلامتكم والحين تفضلوا للغداء الغداء جاهز ونعتذر يعني مشاهدينا الكرام دقائق إن شاء الله البنت غداء فبعدها إن شاء الله نستودعكم هذا الصدق والواقع ما هي بي شاشة عشق المراجل عشق المراجل ولو إنها تتعبني عشق المراجل
هذا الصدق والواقع ما هي بي شاشة لعشق المراجل لعشق المراجل ولو انها تتعبني عشق المراجل هذا الصدق والواقع ما هي بي شاشة لعشق المراجل لعشق المراجل ولو انها تتعبني عشق المراجل سعاد